السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم راح نتحدث عن كيفية تجديد شهادة الاستفادة من منحة البطالة، وما معنى ذلك، وما هو التوقيت اللي لازم نروح نجدوا فيه الشهادة. لكن قبل ما نتمنى انكم ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. اولا التجديد اللي راهم يهضروا عليه، وهو حسب معلومات مؤكدة من لانام، هو الأشخاص اللي يسجلوا في المنحة وكملوا كامل الشروط وتقبلوا للاستفادة من هذه المنحة التي ستصب لهم إن شاء الله يوم 28 مارس القادم. هذو الأشخاص أو غيرهم كيفاش يقوموا بعملية التجديد، أو خلينا نقوله تأكيد، هو عبارة على حسب ما قال موظف في لانام، تدخل إلى موقع المنحة اللي كامل نعرفوه منحة.anam.dz اللي ظهر على الشاشة، ونقوموا بعملية تأكيد المعلومات اللي سبق وكتبناها على هذا الموقع، يعني المعلومات العادية اللي كتبناها فيما سبق، يعني الاسم، اللقب، الحالة. وفي حالة ما إذا تغير شيء يخصكم، مثلا زواج، عمل، أو أي شيء تغير، لازم على هذا الشخص اللي دخل هذا الموقع أنه يغير المعلومات السابقة. يعني ببساطة إذا تغيرت أي حاجة في معلوماتك الشخصية، لازم عليك تغيرها في هذا الموقع اللي تسبق انك كتبت فيه معلوماتك الشخصية السابقة. واذا طبعا ما تغير ولا شيء تخلوها كما راهي، ومن ثم نقوم بالتأكيد. وهذه المدة طبعا تكون من 14 الى 30 من كل شهر، دائما من كل شهر، من مدة من 14 ل 30 في الشهر لازم علينا نروحوا باش نأكدوا تسجيلنا في المنحة. وطبعا ما سمعناه كما قالوا بعض انه لازم نلتحقوا بالوكالة، وعلى ما اظن انه هذا الشيء راح يسبب ضغط، وعلى ما اظن انه هذه المعلومات حاليا ما كحتجد عليها انه لازم تلتحقوا بالوكالة باش تغيروا هذه المعلومات او تجدوا التأكيد. واذا حصل اي تغيير او دخلتني معلومات جديدة في الايام القادمة، مش راح نبخل عليكم بالجديد، وراح نحطها لكم باذن الله. ما تنسوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك باش يوصلكم جديد، وشكرا.